توقع البعض أنه الهجمة ستبدأ اليوم أو بعد ساعات إذا ما حصلت الضربة فعلا. أنا أتصور أنه الموقف في المنطقة متوقف على نوع الهجم، نوع الأهداف التي ستبدأ. فسر لي هذا، يعني شنو يعني الهجم اللي ممكن أن تشغل المنطقة؟ إذا الكيان الصهيوني استهدف المفاعلات النووية، استهدف الطاقة النفطية، استهدف شخصيات كاغتيالات في ما جرى في الضاحية الجنوبية في بيروت، هذا الأمر لا، يعني أعتقد أن الحرب ستأخذ مدى أوسع والمنطقة ستدخل في يعني حالة لا يحمد عقباها. العراق إذا لا قدر الله دخلت المنطقة في حرب، وين دور العراق؟ عزيزتي العراق جزء من هذه المنطقة، يعني نحن ماذا نريد بعد الذي رفع نتنياهو الخارطة ووضع العراق ضمن محور النعم النقمة، سمى النعمة والنقمة بمعنى محور الشر. فبالتالي عندما يرفع نتنياهو ودون رد أو تعليق من أي طرف آخر، لا للأسف الشديد لا عراقيا أن استنكر هذا الأمر ولا دوليا أنه أيضا قالوا له يا بعلك كيفك أنت توزع المنطقة على مزاجك، يقول لك أنا ما معترف بي أصلا، يقول لك أنا ما معترف بي أصلا، شلون أرد على واحد أنا ما معترف بي أصلا؟ هسه ما يخالف، لكنه أنت ما ترد ما معترف بي، يعني مو بالضرورة يعني أن عملية عدم الاعتراف، السكوت وغض النظر على حديثه وعلى تصريحاته التي يضعك فيها. فبالتالي عندما هو وضعني في هذه الخانة، العراق جزء من هذا المحور. نعم نحن لسنا طلاب حرب، والحكومة العراقية ولربما حتى بقية الدول وعلى وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية في إيران أنهم يسعون إلى التهدئة ويسعون إلى عدم إدخال المنطقة في حرب شاملة، لكن إذا ما أجبروا حينها وما حيلة المضطر إلا ركوبها.